السلام عليكم ورحمة الله. إذن اليوم مع لور دو فرونسي الأولى إعدادي الصفحة 98. دونك ديكخير بور متر أون فالور، دونك نوصفو باش نحطو شي حاجة في القيمة ديالو ولا نعطوها قيمة. بدر البودور إيتي لادوليسونت لا بلو زانتيليجونت، دونك هاد بدر البودور هي الأكثر ذكاء. لا بلو جينيروز دو سون طون، يعني هي الذكية في الوقت ديالها أو الكريمة مثلا جينيرو. Elle était plus douce que la brise caressante et plus brillante que la lune. Donc, il y a هادية بحال نسيم مثلا، هادية بحال نسيم، et plus brillante que la lune. يعني مضيء أكثر بحال القمر. Quand il passait, ملي كدوز, les gens s'écriaient الناس يصيحوا. Quelle créature merveilleuse. يعني يا له من خلق رائع. comme les gracieuses يعني رشيقة ولا. de qui parle-t-on dans ce texte. donc علي من كنهضرو على بدر البدور. donc on parle ديما نعاودو الجملة. on parle مثلا de بدر البدور. بدر البدور. كومو سو بيرسوناج ايتيل بريزونتي، دونك كيفاش تقدمات هادي. نقولو مثلا اون فالور، يعني لو تيكست حط علينا فواحد لا فالور، يعني اون مونطون بيلينا لي كاليتي. سي كاليتي لي كاليتي ديالها. دونك Donc le texte يعني هذا النص. mais بدر اون فالور حطاني لها فواحد القيمة، عطاها القيمة ديالها ولا داكشي اللي كتسوى. اون مونطرون يعني موضحا، en montrant ses qualités. en montrant ses qualités. très bien. quelles sont les qualités de Badr al-Budur. donc شنو هما لي كاليتي لي عطانا عليهم النص. دونك هي قال لنا ذكية. دونك الي انتيليجونت يعني ذكية. جينيرو هيا جينيروز جينيروز دوس ونزيدو هاد بريونت ولا غراسيوز. غراسيوز دونك بريونت نزيدوهم حنا بجوج. غراسيوز Très bien, relève les expressions et les procédés qui mettent en valeur le personnage. Donc, on sort les عبارات ou les procédés ديالهم، يعني المرافقين ديالهم اللي حطوا لينا mettent en valeur، اللي حطوا لينا هاد الشخص هذا ف en valeur، يعني عطوه لي كاليتي ديالو، شنو المميزات ديالو. دونك كاينه la plus دونك كاين لانتيليجونت يعني ذكيه، ومعها لا بلو هي اللي عطاتنا اكثر قيمه، زادت لنا في القيمه ديالها. هادو هما لي بروسيدي، يعني لا بلو انتيليجونت. هنا
la plus intelligente. مثلا شي حاجه اخرى في النص, la plus généreuse. دونك نعاودو, ماشي مشكل. la plus généreuse, elle était plus douce. Donc c'est hadi plus douce que la brise, يعني هنايا de son temps, la plus généreuse de son temps, يعني في الوقت ديالها, يعني هنا كتعطينا قيمه اكثر. la plus douce que la brise, يعني هنا بحال كيديروا لنا المقارنه. douce que la brise, caressante. كاينه بلي بريونت. دونك صافي, كاينه واحده اخرى هي بلي بريونت. كان يل باسي لي جون سكري. كاينه هادي كال كرياتور ميرفيوز كوم اي لي غراسيوز. دونك ما بقاش هنا فين نزيدو, راه كاينه حتى هادي كال وكاينه هادي كوم اي لي غراسيوز. دونك حتى هادو خصكم نزيدو, ما كيبقاش لنا فين نكتبهم. تري بيان, مانتنون نمشيو دابا. اذا هنايا الا بغينا نديرو لا ديسكريبسيون, نوصفو شي شخص ونعطوه لا فالور ديالو, نزيدو ليه في القيمه ديالو, نبينو المميزات ديالو, كنستعملو بحال هادو سي ال كي فوالا لوم كيا. هادو هما لي زيكسبرسيون, هما الجمل. اذا فيهم مثلا لا سوبرلاتيف اللي لا بلو, يعني هو الاكبر, يعني اللي لا بلو مثلا كنقولوا هذا في القسم سي لا بلو, مثلا ترافايو هو الاكثر واحد كيخدم مزيان. كاين لي كومباريزون, يعني المقارنه, كنديروا الي بيل جميله, كوم مثلا لو سولاي ولا لا لون جميله بحال القمر, يعني الكومباريزون مقارنه. كاين لي فراز اكسكلاماتيف, يعني التعجبيه, كنديروا كال بوطون, نديروا علامه التعجب. كاين لي ريبيتيسيون, التكرار, ملي كتبغي تبين شي حاجه القيمه ديالها كدير فيها التكرار. كاين لينيميراسيون دي كاليتي, مثلا لينيميراسيون دي كاليتي هي نقولوا شي حوايج متابعين, بحال مثلا سات في هاد في مثلا انتيليجونت, كوراجوز, جينيروس, يعني كتبقى دير لينيميراسيون وحده ورا وحده. كاين دي زيكسبرسيون دي دانتونسيتي, يعني كتزيدنا في الشده, بحال تري تيلمون بلو, كتزيد في الشده, كتقول هذا انتيليجون ذكي, ولكن ملي كتقول بلوز انتيليجون يعني اكثر ذكاء, كتزيد لها في القيمه ديالها. دونك انريشي لي فراز سويفونت ان امبلويون دي زيكسبرسيون اي دي بروسيدي دو ميز ان فالور دونك هنا مثلا فاطمه اي انتيليجونت, هي فاطمه ذكيه, جمله عاديه. الا بغينا نزيدو لها في لا فالور ديالها خاصنا نديرو شي عباره من هذوك العبارات اللي شفنا قبيله. دونك نقولو مثلا فاطمه هي لا بلوز انتيليجونت دو سا كلاس. فاطمة هي لا بلو زانتيليجونت, هي الأكثر ذكاء مثلا دو سا كلاس. مثلا علي اي بو, نقولو مثلا كوم علي اي بو, مثلا نديرو هادي, ولا تيلمو عالي اي تيلمو بو, حنا زدنا في لا فالور ديالو. مثلا يحيى اي تيميد, مثلا بغينا نديرو هادي, مثلا نديرو فوالا يحيى كي تيميد. مثلا بغينا نديرو هادي, مثلا نديرو يحيى اي تري تيميد. دونك نديرو مثلا يحيى اي تري
تيميد. Fais des phrases dans lesquelles tu utiliseras les moyens de mise en valeur suivantes. Donc, il y a des phrases maintenant. Ou là, tu peux faire l'exclamation. Yani, paladi, quel beau temps. Donc, il y a maintenant quelle belle voiture. هنا مثلا الاكسبريسيون هنا لا سوبرلاتيف يعني سوبرلاتيف هي شي حاجه هي الاكثر يعني لا بلو شي حاجه الاقوى مثلا اذا نقولوا مثلا الي تري فور مثلا نقولوا الي لا بلو فورت هي الاقوى مثلا التنس هي الاقوى في التنس ليكسبريسيون دو لانتونزيتي لانتونزيتي هي نديرو تري تيلمون دونك مون فرير مثلا تيلمون Mon frère est tellement matelen courageux. Yani deki aktar. Très bien, monsieur Dabel, je développe. Donc en partant au tableau ci-dessous, utilise la comparaison pour mettre en valeur les personnages cités. Donc adna hnaya antar, هو الشخص, la qualité, واش malin ou la agile ou la rapide ou la courageux. وعندنا ليليمون اللي غنقارو معاه هو السانج وليون والشا وغازيل يعني دونك عنتر كان مخادع وماكر في الحرب وداك الشيء وفي الشعر دونك عنتر اذا ام مالا مثلا ولا بلو اي تري مثلا مالا نقارنو مع لو سانج كان سانج جوحة مثلا نديرو اجيل كان خفيف بحال لو شا جوحة مثلا اي بلو مثلا اجيل كان شا عويطة كان سريع دونك رابيد سعيد عويطة سعيد عويطة دونك عويطة اي بلو رابيد اذا شكون اللي سريعة لا غازيل تري رابيد كون غازيل يعني الغزالة بروسلي بروسلي كان ديك كيدير الكاراتي افلام ديال الكاراتي دونك كوراجو شجاع بحال السباع رغم تقدروا ديروا عويط العنتر مع السباع وبروسلي مع لو شا ماشي مشكل دونك بروسلي اي يتوسي كوراجو كان شجاع بحال شي ليون كان ليون تري بيان دونك هكا تنكونو كملنا الصفحة 98 من لور دو فرونسي الأولى إعدادي فرنسية صفحة 98 لاباج 98 شكرا والسلام عليكم ورحمة الله